وجمعية قبيلة الدياها نؤكد أننا لحمة واحدة، وأن البادية لا يمكن أن تكون شرائع ومجموعات. إننا دوما كنا نسعى لأن نكون جسرا واحدا باسم البادية، لنتصدى لأي عمل يهين أبناء البادية. إن أبناء البادية في قطاع غزة عموما وفي قرية أم النصر خصوصا ضحوا بكل غالي ونفيس، ومنهم من قدم كل ما يملك، وللأسف أننا رأينا نتيجة مغايرة. إننا نطالب بفتح لجنة تحقيق وأن تكون بنوجه لواء إلى جميع الحكومة الفلسطينية ولا جميع الشعب الفلسطيني ولا سلطة الأراضي ولا جميع الجمعيات الأهلية والمدنية والحكومية ولا جميع القبائل والعشائر ولا كل الشعوب وخاصة الشعب الفلسطيني من الضفة والقطاع ومن كل الشتات، بنوجه نداء باسم الشعب الفلسطيني جميعا إلى سلطة الأراضي ولا حكومة غزة أن تعمل جاهدة على إنهاء هذا ملف سلطة الأراضي، لأنه قطاع غزة يا إخوان قطاع محدود، مساحته محدودة جدا وعنده تكدس سكاني رهيب جدا. فإن لم تعمل هذه بلد بروح الناس، يعني ترحلوا على بلدان أخرى ما حدش قبلهم. نحن هنا صامدون في أرضنا مرابطون، وخص بالذكر القرية البدوية خاص نص هي منطقة حدودية، هي التي تأكل كل الضربات في الاجتياحات وفي غيره وفي غيره. فأنا أشهد بكل صراحة وأبعث نداء باسم الهيئة العليا للاتحاد العربي للقبائل العربية وباسم كل الشعب الفلسطيني إلى الحكومة في غزة ولا سلطة عامة ولا سلطة أراضي خاصة بأنها تعمل حل لهذه القرية، قرية أم النصر، ولجميع المناطق في قطاع غزة، للشعب الملكوم أنها تعمل حل وحل سريع جدا. وين بدها تروح وين بدها ترحل هذه؟ وشكرا لكم.